طالما كان الحلم الأمريكي بأن لكل مواطن بيتا ولكل عائلة مسكن، وأن أي شخص يستطيع الصعود بنفسه إذا بذل الجهد الكافي، إلا أن تقريرا حكوميا جديدا يبدد هذا الحلم ويشير إلى أن الولايات المتحدة تضم أعلى نسبة مشردين بين النساء والأطفال بين نظيراتها من الدول الصناعية. التفاصيل مع محمد القاسم. تقريران مثيران للقلق من الولايات المتحدة عن الأطفال والفقر والتشرد. في التقرير الأول لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية بالتعاون مع جامعة فاندربيلت، نتائجه تؤرق مضاجع المسؤولين في الولايات المتحدة، حيث قامت بدراسة وضع 2300 عائلة مشردة في مدن عدة. حتى هذه اللحظة النتائج محرجة بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تظهر النتائج أن أكبر عدد من النساء والأطفال المشردين في العالم الصناعي يعيشون في أمريكا، بالرغم من أن إدارة الرئيس أوباما قد أعلنت في عام 2010 عن خطة لإنهاء ظاهرة تشرد الشباب والعائلات والأطفال بحلول عام 2020، ولكن العراك السياسي في واشنطن خفف من وصول الدعم المادي لهم. وفي التقرير الثاني من مؤسسة آني أي، واحد من كل 5 أطفال أمريكيين يعيش في حالة فقر، ونحو 16 مليون طفل يعيش معظمهم في الأسر التي تكسب أقل من 24 ألف دولار سنوياً. الأخبار الأكثر قتامة هي للأطفال الأمريكيين من أصول أفريقية أو لاتينية، حيث أن واحداً من كل 3 أطفال يعيشون في حالة فقر. وما لا يدعو للتفاؤل هو أن عدد الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر في تزايد مستمر منذ عام 2000، ومنذ الركود الاقتصادي الكبير عام 2008 ارتفع عدد الأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر إلى 3 ملايين طفل. يواجه هؤلاء الأطفال مصاعب وتحديات يوميا، فبينما ينشغل رفقاؤهم باللعب ينشغلون هؤلاء بالتفكير في وجبة قوتهم القادمة وأين سيقضون ليلتهم. يضيف التقرير أن أكثر الأطفال تأثراً هم الذين يفتقدون أحد الوالدين في البيت، بالإضافة إلى عدم وجود وظيفة ثابتة عند الوالدين. وفقاً لتقرير مؤسسة آني أي، جاءت ولاية مينيسوتا في أعلى قائمة الولايات الأفضل لوضع الأطفال، في حين كانت ولاية ميسيسيبي في ذيل القائمة. نعم، معطيات صعبة جدا، ومعي في الاستوديو محمد الغاسم من عدا التقرير، مرحبا بك. بالفعل معطيات صعبة بهذا الشأن، لكن أين الحلم الأمريكي في هذه القضية؟ ربما الحلم الأمريكي مجرد حلم أو كابوس على الإدارة الأمريكية. تقريرين محرجين جدا للغاية على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، نظرا لأنه أول رئيس أمريكي يأتي من أقلية، الأقلية صحيح. السوداء. كانت هناك توقعات عالية وكبيرة حين استلم الرئاسة بأن يعمل شيء، وربما كانت توقعات هائلة، ولكن كان الشعب الأمريكي وخاصة الأفريقيين والإسبان يتوقعون منه دعما لهم. نعم، ربما بالنسبة للتقريرين ذكرت، وأنت ذكرت ذلك في التقرير، لكن ضعني في حيثيات التقريرين، الأول عن التشرد قضية المشردين، والآخر عن قضية الفقر. نعم، التقرير الأول هو تقرير قامت به وزارة الإسكان الأمريكية بالتعاون مع جامعة فاندربيلت، حول وهو يجب أن نقول أنهم في منتصف الطريق، هناك لازال 6 أشهر لإنهائه، عن أن نسبة النساء المشردات والأطفال المشردين في الولايات المتحدة أعلى نسبة من بين الدول الصناعية المتقدمة. وهنا تأتي نسبة الإحراج. الولايات المتحدة هي قائدة هذا العالم، العالم الصناعي، ولكن حين تأتي إلى وضعها وموقفها من قبل من موضوع المشردين هي الأسوأ. هذا ربما معطى، دعنا نقول واضح جدا، بأن الولايات المتحدة لها أكبر نسبة مشردين وفقر من الدول الصناعية، ربما قد يشير الأمر إلى خطأ في المنظومة الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة. هذا صحيح، وعادة عندما يوضع موضوع المعونات الاجتماعية على طاولة الكونغرس للمناقشة تبدأ المشاكسات والمعاكسات والشجار بين الجمهوريين والديمقراطيين. الديمقراطيين يحبون أن يعطوا ويؤمنوا الكثير للمجتمع الضعيف، حيث الجمهوريين يريدوا أن يسلبوا هذا الشيء منهم، الفائدة منهم، ويعطوهم مجال للعمل.
هنا الرئيس أوباما وحكومته لم يستطيعوا تقديم أي برامج اجتماعية تساعد هذه الطبقة. يعني الحكومة لم تقم بواجبها بهذا. حاولت في عام 2010 أن تساعد هذه الطبقة، قدمت بعض البرامج ولكن توقفت في الكونغرس. وأنت ذكرت ربما الأمر دعنا نقول يثير بعض من الشك بأن الرئيس الأمريكي هو جاء من أقلية، ربما هو الرئيس الأكثر يجب أن يكون اهتماما بهذا الموضوع. تتوقع ذلك؟ الرئيس أوباما جاء من بيت كما ذكر في التقرير، البيوت التي بها ليس بها أب ممكن أن تنتج عائلة مفككة. الرئيس أوباما لم يأتي من بيت به أب وأم، فقط أم وتربى على يد جدته. هو يعرف بالتأكيد مدى حاجة الأقليات خاصة إلى مساعدات من الحكومة. نعم، وربما النقطة الأخرى ذكرتها بالتغيير بأن الفقر والمشردين أيضا يأتي إلى فئات معينة في المجتمع الأمريكي. صحيح، وأنا عشت في الولايات المتحدة لسنوات كثيرة. تركيز الفقر في المجتمعات الأمريكية على المناطق التي بها أغلبية سوداء أو أغلبية إسبانية. هل برأيك الأمر ممنهج أم الأمر يتعلق بالظروف الحياتية؟ أعتقد أن في بداية الأمر كان ممنهج للأفريقيين السود، ولكن هذا تغير الآن، وتتعلق هي رواسب الماضي وتأخذ وقت حتى أن تتغير، ولكن يحتاجون إلى مساعدة من الحكومة، ليس فقط مساعدات اجتماعية، مساعدات تعليمية ومساعدات اقتصادية أيضا. نعم، محمد القاسم شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. بنوع من التشاؤم أنهينا هذا القسم للأسف. على أمل أن يصبح الأمور أفضل. شكرا جزيلا لك.